ضيفي مدير تحرير صحيفة الجمهورية اللبنانية منذ العام 2010، حائز هو على إجازة في الصحافة والإعلام من كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية. بدأ مسيرته عام 1979 في صحيفة اللواء مندوباً ثم محرراً وبعدها رئيساً للقسم التربوي والطلابي. عام 1980 صار مراسلاً لوكالة الأنباء المحلية. عام 1983 عمل محرراً سياسياً في جريدة أوريون لوجور، ثم أصدر سنة 1988 وكالة أخبار لبنان. أصبح بعدها مراسلاً لصحيفة الشرق الأوسط السعودية في بيروت، ومن ثم مسؤول تحرير القسم السياسي اللبناني فيها. سنة 1999 شغل العضوية في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان، وفي سنة 2004 عمل محرراً سياسياً لصحيفة صدى البلد. سنة 2007 أدار مكتب صحيفة الوسط الكويتية في بيروت، إضافة إلى إدارة مكتب صحيفة أوان الكويتية في بيروت أيضا سنة 2008. حاز ضيفي على وسام الاستحقاق اللبناني الفضي بالسعف، من غيره، إنه الكاتب والباحث السياسي الصحافي طارق ترشيشي. أهلا وسهلا فيك تعال ننسى بمريم تي في، تعال ننسى السياسة. هلأ تعال ننسى، أنا برأيي نصيحة لكل اللبنانيين ينسوا السياسة، إنه ينسوا، لأنه من كثر ما صار في مشكلات متفاقمة في كل المجالات حياتهم، يعني صار الإنسان يفكر إنه ينسى. طب إذا نسوا السياسة بشو بيهتموا؟ لأنه إذا نسوا السياسة ممكن بتخف شوي الوطأة عليهم، بيصيروا يهتموا أكثر بمشاكلهم المعيشية، بالنفايات، بالغلا، بالقدرة الشرائية. ما هي هاي كل هاي الهموم بتخلي الإنسان يفكر إنه يا خيي أنا بدي طنش، يعني انسى، لازم يهتموا بالمهرجانات. هل يمكن لأحد منا أن ينسى؟ أنا بقول مستحيل على مواطن لبناني من دقني وجربة بيقولوا إنه يقدر ينسى كل اللي عم نعيشه. اللبناني مسيس مع الأسف. بدي أرجع، مستحيل شوي. الإنسان ينام وما يفكر، ما عنده بكرة. مظبوط. ترشيشي منين؟ نحن من بلد اسمه الناصرية، بقضاء زحلة، البقاع الأوسط، يعني منطقة زحلة هي منطقة العيش المشترك. صح. وبعتقد هي المنطقة الأكثر تمسكا بصيغة العيش المشترك، لأنه خلال سنوات الحرب المشؤومة نادرا ما حصل يعني هيك أحداث أساءت لهذه الصيغة. اسم الأب، يعني حتى الحروب اللي صارت بالمنطقة لم يكن أبناء المنطقة هني سببها. صح، كان الغريب سببها. اسم الأب محمد، والأم سعاد. كمان الأم سعاد من العائلة ذاتها طبعا، بيقربوا بعضهم. لأنه أهلنا من الجيل اللي كان يزوجوا، يعني أولاد العم، أولاد العم يزوجوا بعضهم. وكم خي وأخت بيجتمعوا؟ نحن عشرة، اسم الله، أربع صبيان وست بنات. وترتيبك؟ أنا ترتيبي الثالث. وتعلمت بمدارس زحلة؟ تعلمت بمدارس بالضيعة وبالضيعة، حد ضيعتنا بعلي النهري، والتعليم السنوي كان بزحلة بالمدينة الزحلة. وبعدين كنت نازلة على بيروت؟ النازلة على بيروت كانت ب 79، بعتقد ب لا مش ب 79، بال 78 نزلت على بيروت وسجلت بكلية، عملت امتحان دخول بسجلت بكلية الإعلام.
بتذكر سنة 611 طلب مرشح قدمنا لل، وبتعرفي هونيك بالكلية الإعلام كان في 3 اختصاصات، صحافة وتوسيع وعلاقات عامة، فأنا اخترت الصحافة. يعني من صغري كنت هيك اسمع، يعني عندي هيك مثل الحلم، يعني انه بيصير او ما بيصير، بس انه براسي انه بحب اعمل صحافه. في حدا كان بهذا المجال بالعائله؟ لا ابدا، ولا حدا ابدا ابدا. الوالد كان شو مهنته؟ الوالد كان يعني يتعاطى الزراعه، وكان عنده مهنه هيدا الطرش البويا، يعني كان ياخذ التزامات صغيره على قده، وكان معه احد بعض في اي سنة تزوجت؟ انا تزوجت بسنة ال 81. يعني من ورد نزلتك على بيروت بكم سنة تزوجت؟ دغري. بسنة ال 81. وكيف تعرفت على الزوجة؟ زوجي بتكون بنت خالتي كمان. بس من بيت الموسوى. هي امه وامي اخوه، غير شقيقتين، يعني من 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 اب من نفس الاب ومن ام دمي سار. احنا من دمي سار. يعني كان زواج عائلي، يعني تقريبا يعني عائلي تقليدي تقريبا، مش تقليدي بمعنى التقليدي، يعني تقليدي شوي هيك داخله شوي من المدنية. طبعا طبعا. رزقتم كم ولد؟ 5 أولاد. لله مثل ما بيقولوا. وربنا اختار يعني 3 بنات وشابين، ربنا اختار أحد البنات ميرنا. ميرنا بعمر العشرين اختار، في عمر العشرين، يعني مرض عضال. يعني فجعنا، ولكن الحياة بدأت تستمر. كتبت لها كتير، بس رح اختار صنو روحي إلى اللقاء 5 أعوام من الفراق، وأنا أنتظر الذهاب إليك يا ابنتي يا ميرنا يا حبيبة الروح، ولكن مشيئة الله ما تزال تأبى ذهابي. هل أنت تنتظر اللقاء من خلال الموت؟ طبعا أنا مؤمن بأنه يموت الجسد لكن الروح تبقى. الأرواح لا تموت. هل تصلح مع فكرة الموت؟ تلتقي في العالم الآخر. أنا ما عندي مشكلة بموضوع الموت، أنه بأمن أنه الموت حق من هي، وأنه الإنسان بالأخير بعد الحياة في موت. طبعا. ويعني سر الوجودي هو الحياة والموت. يعني لو ما في موت ما في حياة. لو ما في حياة ما في موت. مش هينة بس تقبل فكرة الموت، يعني بدها كتير، يعني بده الإنسان، يعني بالآخر يعني يمكن بعمر معين الإنسان بيفكر بيخاف من الموت. بعمر الشباب بشوف حاله واحد إنه أنا شاب حبيب الله، أو الصبية حبيبة ربها، بحس حاله الإنسان سلطان أو وبيخاف من الموت. بصير هيك تجي افكار انه اذا انا بدي موت كيف بدي موت، وكيف كذا، وغيري بيبقى، يعني بصير هيك الانسان احيانا يفكر. بس مع تقدم العمر بصير الانسان يتقبل هذه الفكره، انه بالاخر انه خصوصا اذا يعني انجب اولاد، يعني حقق على الاقل ما الحد الادنى من طموحاته بحياته، بصير يفكر هيدي القصة، ويصير عنده نفحة إيمانية أكثر. من سميت أحد أبنائك شباب زياد لحتى يسمي طارق، ويصير طارق بن زياد. سمي طارق بن زياد وإجا طارق، لأنه أنا بالآخر إنسان لبناني عربي، لبنانيتي لا تلغي إيماني بعروبتي، وعروبتي لا تلغي إيماني بلبنانيتي بهذا البلد الجميل اللي عشت فيه وعايش فيه. كم حفيد عندك؟ عندي 3 أحفاد صار.
طارق، عندي طارق وعندي ليا وعندي هلأ من بنتي الأماني جينا حفيدة يسموها أليس. وواضح يعني من خلال بوستاتك على الفيسبوك علاقتك الوثيقة بالأحفاد، يعني بيزوروك بالمكتب، بياخذوا راحتهم بمكتبك، يعني مش إنه زيارة يعني عادية. يعني الأحفاد أنا بقول إذا كان الولد بيخلد أهله، إنه الإنسان بيستمر من خلال مخلف ما مات. مخلف ما مات. الأحفاد بيخلونا نتعلق بالحياة أكثر، بنعتبره إنه هني خلود، الخلود أنا سميتهم. بتمارس معهم طفولية معينة، بتلعب معهم؟ طبعا طبعا. يعني تصوري هلأ مثلا أحسن شغلة عندهم بس إجي من الشغل بيقولوا لي جدو بدنا ننط على ظهرك. كنت تعمل هيك مع أولادك؟ إي طبعا. كمان مع أولادك بتلعب ذات الشيء؟ طبعا. يعني أنا من صغري بحب الأولاد الصغار. أنا يعني وين في ولد هيك عندي عاطفة تجاه، يعني ضعيف أنا تجاه الأطفال فبحب أولاد حتى لو كانوا مش أولادي، أولاد أولادي أو مش أولادي، يعني أولاد الآخرين، أي يعني أي طفل بحس إنه بنتمي إله. وبتحس إن حالك متسامح أكثر مع الأحفاد مما كنت مع الأولاد؟ لا نفس الشيء تقريبا، نفس الشيء. بس الأحفاد يعني بتحسي نحن وصغار بيقولوا نسمع من أهلنا إنه ما أغلى من الولد. صح. إلا ولد الولد. مظبوطة هالمقولة؟ هي فعلا مقولة واقعية وصحيحة. لأنه التعلق بالحفيد يعني بتكاد تنسيكي ابنك، إنه بتصير تحسي لأنه هذا الحفيد هو استمرار. استمرار لإلك. إذا بدي أظهر شوي من الأحفاد، حضرتك مثل ما نحن ذكرنا مدير تحرير جريدة الجمهورية. خبرني شوي عن علاقتك الشخصية، بدي أحكي بأبو الياس، يعني دولة الرئيس ميشيل المور ومعالي الوزير الياس المور. يعني العلاقة مع أبو الياس الله يطول بعمره، ومع الخاينة دولة الرئيس الياس المر، علاقة عائلية وقديمة تمتد إلى نحو 30 سنة الآن. أي يعني منذ ما قبل، يعني بعتقد بال 83، من 83 أو 82، من 83. فأنا بعتبرهم أهلي. يعني مثل الله يرحمهم أمي وبيي، بعتبر أبو الياس بمرتبة البي، بعتبر الوزير الياس المر بمرتبة الأخ، ويعني بعتبر حالي منتمي إلى عائلتهم مثل ما هني بيعتبروني. هو أنا من العائلة كان أكثر ما هو سياسي، لأنه يعني تعرفنا عن طريق السياسي، لكن العلاقة تطورت أكثر وصارت. كنت بأي جريدة؟ بس كنت يومها كنت بجريدة النهار. كنت بجريدة النهار. لأغفلنا عن ذكرى هلأ. بجريدة النهار عملت من سنة 83 لل 95، وتركت ليس لأني كنت حابب أتركها، بس لأني كنت مرتبط بنفس الوقت بعمل كمراسل وبإذن من إدارة النهار، مراسل لجريدة الشرق الأوسط. نعم. قبل أن تبدأ الطباعة في بيروت، تصدر في بيروت. وعلاقتك بالكبير غسان تويني كيف كانت؟ يعني علاقة تلميذ مع أستاذه. هالقلب. أي. تأثرت الله يرحمه كمان. تأثرت بخطه الصحافي. طبعا أستاذ غسان الله يرحمه كان صحافي، يعني أول شيء أستاذ بالتوجيه إلى العمل الصحافي، وثانيا يعني ملك الكلمة. فهو هو أخذت منه أكثر شيء هيك صفة معينة بعملك المهني أخذت منه؟ عنده سرعة البديه والحس الصحافي، يعني اللي بيشم الخبر من سطر أو من كلمة،
عنده هذه ابتداع الافكار، يعني فكره انك يخلق قضيه، يقدر يخلق قضيه بالمقالب، يعملوا بيخلق قضيه بيصير شغل العالم. ولاحقا مع الاستاذ جبران تويني، استاذ جبران يعني كان انا وقت اللي اجى استلم هو كنت تقريبا انا صرت على الاخر بس لكن كنت التقي فيه على طول، وكان هو الله يرحمه كان يعني باخر ايام حياته قبل ما يستشهد، كان حبيب لي كثير ارجع على جريده النهار، وكان عم يسعى بهذا الموضوع لكن كان مكان وشاءت الظروف انه تروح غير محل يعني. ايه فيعني وقت اللي سافر على باريس وكان قايل لي انه بس يرجع بدنا نعمل جلسه وخلص نبت الموضوع وترجع على النهار، للاسف للاسف يعني الله يرحمه صارت حضرتك كتبت الاصدقاء الاوفياء كاليد والعين، إذا تألمت لليد بكت العين، وإذا بكت العين مسحتها اليد. صح. أخبرني عن أصدقائك، من هم أصدقائك؟ يعني أنا أصدقائي من كل الفئات. أول شيء خارج المهنة أنا من عندك أصدقاء. مع يعني مني أنا يعني لا أدعي الكمال يعني، بس إنه أنا بطبيعتي بتربيتي بي الله يرحمه كان عنده أصدقاء من كل الأجناس وكل الطوائف، وربيت ببيت يعني مفتوح لكل الناس. أصدقائي لذلك أصدقائي بالمهنة وخارج المهنة، سياسيين وغير سياسيين، ولكن للأسف ما عندنا الوقت لحتى واحد يمارس صداقته باللقاءات المتكررة، يعني انه يقدر يشوف كل اصدقائه على طول. من السياسيين من هم اصدقائك؟ يعني بالطبع في ابو الياس الله يطول بعمره، والوزير الياس دولة الرئيس كمان، دولة الرئيس حسين حسيني الله يطول بعمره، دولة الرئيس نبيه بري، يعني هذا الطاقم السياسي، دولة الرئيس نجيب مئاتي، دولة الرئيس فؤاد السنيورة يعني الله يرحمه، دولة الرئيس رفيق الحريري، مع الرئيس سعد الحريري يعني في علاقة، بس انه مش ما في لقاءات يعني. التقينا بأحد المناسبات يعني واجبات اجتماعية وقت توفت بنتي اتصل وعزة، بس ما فيش لقاءات مثل الآخرين. أني أنا يعني بحاول كون أنه علاقاتي تكون مع كل الناس، أولا لأنه مهنتي بتفرض علي أن يكون مع كل الناس، منيح كل الأبواب تكون مفتوحة قدامي لمارس مهنتي. يمكن احيانا تعرضت لبعض الطعن والاساءات، لكن للاسف هذا الطعن لم ياتي الا من ابناء مهنتي، من بعض ابناء مهنتي. وهون بقولها باسف شديد، باسف شديد شديد جدا، انه صرنا بوقت في ناس ما بيحفظوا المنيح، ما بيحفظوا جميل، في ناس بينعمل معهم منيح بيردوا بخنجر بالظهر. في هذا النطاق استشهدت بقول بتقول فيه: تعيش الأغنام طوال حياتها خائفة من الذئاب ثم يأكلها الراعي، وتقول: كن حذرا ممن تمنحه الثقة وتظنه صديقك وهو عدوك. للأسف هيك هذا وقعنا اليوم، بده واحد يكون هيك. هو قدرت تكون هيك؟ قدرت تكون حذر؟ هو للاسف انا احيانا مثل هذا مثلا انا بؤمن بهذا القول، بس اذا جيت لمارسه بضل القلب الطيب يغلب. عرفت كيف؟ ما بعرف اقسى، ما بعرف اكره، ما بعرف انسى، يعني بنسى يمكن
بنسى مش ما بعرف بنسى بس وبسامح يعني اذا كمان. اذا اذا تشاجرت انا وحدا او زعلت مع حدا هلا يعني بعد 10 دقائق ما في شيء. بتقول الغفران هو هديتك للاخرين اما النسيان فهو هديتك لنفسك. بتعتقد انه النسيان المسامحه والغفران هو بالتربيه ام بالطبع؟ هو بالتربيه وهو بالدين هو بالاخلاق وهو نعمه. النسيان طبعا. النسيان هو احد نعم الله على الانسان على الانسان طبعا. يعني لو ما في نعمة النسيان لكان الإنسان شو ما صار فيه بيقعد بفكر بينفجر بالآخر بيموت. صح. لذلك الله يعني أنا مثلا تخطيت الفاجعة بوفاة بنتي ميرنا بالإيمان بأنه بهذا النسيان هذا نعمة النسيان. إنه هلا بتجي عبالي بحز بقلبي بيني وبين حالي ما بعرف شو بقى. بس بمحل معين يعني بدي اقول انه الحياة بدها تستمر. في عندي عائلة بدي انا اكون متماسك امامهم في تفتكر. فنعمة النسيان احد اهم النعم نعم الله على الانسان. وبتقول اذا ظلمك احد فلا تنتقم منه بل راقب من بعيد وسترى القدر. فالقدر يبدع في تصفية الحساب دائما. صحيح. هل أنت قدري؟ لا مش قدري بس أنا مؤمن بأنه كل من يفعل يظلم الناس نهايته وخيمة عند رب العالمين. يعني لو ما حدا يمكن عائد حدا تاني الله ينتقم منه للناس عائد حدا تاني. ربنا ربنا يمهل يمهل ولا يهمل. يعني هيدي كانت يعني هذه الاقوال كنا نستعملها يستعملوها اهلنا نشوفها بالافلام يعلمونا اياها بتربيتنا. لكن عند بس نشأنا وكبرنا وطبعا اجت الحرب وشفنا انه مش على طول هذه المقوله بتكون صح. والا الشريرين شو عم بيعملوا بعضهم بهذا العالم؟ هلا نحن بدنا نآمن بشيء انه ربنا يمهل ولا يهمل. هي لحكمه عند رب العالمين يمكن عم بمد له لهذا الانسان بمد له بس بالاخر بمحل معين بده ياكل عقابه. بتعتقد هلا بعض الانسان يمكن احيانا بطبيعته مستعجل خصوصا اذا واحد مظلوم اذا كذا بصير يحس انه طيب انه رب العالمين ليه ما بيحاسب لهذا اللي عم يظلمني خاصه اللي بيرتكبوا شرور يعني شرور مع الجماعه مش انه شر شخصي يعني بالحروب. انا برجع بقول انه بقول انه كل ما من ظالم الا وسيبلى باظلم وما من ظالم الا سيبلى باظلم. وتستشهد بقول غاندي عندما تسامح من اساء اليك فانت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. صحيح. لانه بالمسامحه كمان انا اذا واحد اساء لي وسامحته يمكن غير بعقله لهذا الانسان خلي يصير منيح. صارت معك؟ ايه صارت ببعض الحالات صارت. هو الغفران كمان تربيه للاخرين. صارت معك انك غفرت لاحدهم وهذا واصبح صديقا حميما كمان وعلمت وربيت اولادك على المسامحه والغفران كمان. اي طبعا انا بحمد ربي وبشكره انه ان شاء الله اولادي اولاد صالحين الحمد لله ما اجاني شكوى من حدا انه اساءوا لاحد او شيء. بتقول الرجل الذي ينجز يرتكب كثيرا من الاخطاء لكنه لا يقع في الخطا الاكبر ابدا وهو لا يفعل شيئا. صحيح. هل انجزت الكثير من الاخطاء يعني من خلال انجازاتك؟ يعني كلنا بشر بالاخر خطائين. يعني إذا ما أخطأنا ما نكون عم نشتغل يعني بشغل واحد بتندم على أخطاء معينة؟ لا بتعلم من الخطأ. ما بتندم؟
لا ما بندم، ممكن بتأثر شوي بس بقول انه هذه شغلة غلطت فيها ما لازم عيدها. شو هيك الخطأ الأكبر اللي تعلمت منه؟ يعني انه واحد ما ينفعل كثير. عندك القدرة على السيطرة على انفعالاتك؟ غالبا ايه، بس احيانا بس اذا انفعلت ما بتوصل الانفعال الى حد خراب البصره يعني. بضل ضابط. انت بطبعك انفعالي؟ ما كثير. لا واضح. لا لانه لو كنت انفعالي كنت هيك كنت خربت البصره عده مرات. ما هو سيدنا المسيح هو بيقول انه من ضربك على عارضك الايمن فضل له الايسر، هذا حتى تسامحي وتكسبي لهذا الانسان طبعا. بس الطبع الانفعالي منه. وربنا كمان اوصى نبينا محمد بانه ما يكون فظا غليظ القلب، لانه اذا كنت فظا، لو كنت فظا غليظ القلب لتفرق الناس من حولك. هلا بيقدر يكون فظ بانفعالاته يعني دون يكون انه في غليظ القلب، لانه الطبع الانفعالي اوقات يولد مع الانسان، واوقات بتكون اعصابه تعبانه من حدث معين. بعرف بعرف بتخليه يصير انفعالي. بس انه هذا نحكي نحن بالمبدا، هلا احيانا ما بيخلى الامر واحد بينفعل، بس بالمبدا الانفعال هو يعني يدمر صاحبه، خصوصا اذا كان في موقع مسؤوليه. طبعا. لذلك المسؤول اول صفات المطلوبه بالمسؤول انه يكون مثل السفنجه مثل ما بيقول لك، يستوعب يمتص، انه يمتص الصدمات او يمتص الاشياء بهدوء، ما ينفعل. لحتى لانه اذا كان مسؤول في موقع مسؤوليه وانفعل واخذ قرار معين بلحظه انفعال ممكن يترتب عليها اخطار كثيره على البلد او حتى على الناس اللي حواليه. فلذلك بده يكون المسؤول مثل السفنجه يقيل يقيل. طيب اذا واجهت شخصا انفعاليا بعملك يعني قاعد على طول بوجهك، كيف بتواجهه؟ بخليه يروق هو لحاله. هالقد؟ خلي اذا فعل ما برد عليه، لانه اذا رديت عليه بده ينفعل اكثر. فاحسن شيء احسن دواء انه السكوت. الامتصاص انفعالاته بالسكوت. السكوت. بدي اوقف شوي مع البريك ونرجع. اوكي. عودة معك استاذ طارق ترشيشي ومع تعا ننسى. كمان كتبت حضرتك لا تعتمد كثيرا على احد في هذه الدنيا، فحتى ظلك يتخلى عنك في الظلام. هل تخاف التخلي؟ ايه، لانه البشر في لحظه انه واحد في الازمات يعني كل واحد بصير يحب نفسه فبيتخلوا عنه. هل عانيت من التخلي؟ تقريبا في بعض المراحل. مهنيا او انسانيا؟ يعني مش مهنيا، يعني انه ناس وقفتي معهم بلحظاتهم الحرجه، انت مرأتي بظروف مشابهه او اقل ما شفتيهم حدك. كيف بتعاملهم؟ طبيعي، ما ابدا مسامحه ونسيان. نسيان بالاخر. نحن كلنا البشر في رب هو اللي بيرعانا وهو بحسب كل واحد اعماله. بس الانسان نحن بطبيعته ضعيف. يعني انا بحب اخدم الناس كثير على فكره. واهم يعني شغلي عندي وبكون فيها سعيد لو كاني مالك الدنيا كلها، اني اشوف ابتسامي على وجه انسان قدمت له مساعده كانت مفيده له بحياته. حلو. بيجيك كثير يعني اتصالات مشان خدمات معينه؟ قبل كان يجي كثير، هلا بيمرق شهر، كل شهر بيمرق له خدمتين ثلاثه. لانه حسب
حسب السياسة. حسب الوضع يعني، لأنه هلا إذا بدك ترد كثير، لأنه للأسف في طبقة سياسية بشكل أو بآخر أحيانا بتقدمي لها خدمات مجانية، بس تجي أنت تطلب خدمة لإنسان منهم يا بيكذبوا يا بيتلكقوا يا ما بيردوا يا بيسوفوا. ايه ورجعت لهم ايه بكره، رجعت لهم بعد جمعه. ايه فلذلك بخلوك تطلعي مكسوفه قدام من قصدك الى هذه الخدمه. فلذلك انا من الي كذا سنه ما بوعد اي انسان بشيء، بقول له بحاول لك. اذا شغله متمكن منها الي الي طايله ما بتتردد، بتقول هذا الانسان مش رح يكسفني ابدا، بتاخذ التليفون ودغري بتطلب منه. يعني كان في ابو الياس الله يطول بعمره وبعده موجود، ابو الياس لا يتردد في تقديم اي خدمه، في تلبيه اي خدمه الي او لغيري، ومعروف معروف. عرفتي كيف؟ انا سميته ابو الوفا، صح، لانه فعلا مدرسي في الوفاء. ف في اخرين احيانا بيلبوا احيانا ما بيلبوا، في ناس مهنتهم الكذب بس والتسويف. الكذب بالصحافه في كثير كذابين ومرائين للاسف، فيه ولا هي مهنه اقل؟ لا هي مهنه شريفه بالمبدا، الصحافه مهنه شريفه، ان من اعلم فقد علم. فهي مدرسه بتعلم سياسي، بتعلم لغة، بتعلم أخلاق. طبعا هي السلطة الرابعة، هي السلطة الرابعة، وكانوا علمونا بكلية الإعلام كور اسمه الأخلاق الإعلامية والإعلامي، أنه أنت يا ابني بدك تكتب مقال كيف حامل، بدك تتذكر أنه حامل بإيدك ألا مش حامل عصاية أو بارودة. هذا تربية، أول شيء الكلام يكون دقيق، يكون واقعي، ما يكون ما يصير فتن، ما يخدش الحياء العام، ما يخدش اخلاق، يكتب كلام واحد بذيء بخطاء لانه بالنهايه الكلام المكتوب يعكس اخلاق كاتبه. طبعا في بعض الاقلام حتى تفوقت على السياسيين وصارت مرجعيه معينه، يعني حتى السياسيين بخافوا من حبر هذه الأقلام ومن كلمات هذه الأقلام. لا أنا برأيي إذا واحد عم يكتب وينتقد بشكل منطقي وهادئ وبلا تعابير نابية، هذا المطلوب. بس إني أنا أكتب شتيمة، لا، مش شغلة الصحافي الشتيمة ولا شغلة الصحفي الشتيمة أو تكون نمامة أو تبادل الأموال مقابل عدم الشتم. هذا بصير ابتزاز، انه انا بكتب مقال بشتم فيه فلان من شان ابتزه، خصوصا اذا معه مصاري ابتزه ماليا. هذا مش مهنه، هذه ما عادت مهنه، ما لها علاقه بالمهنه اصلا. وقت بنقول للمهنه رساله لازم يكون فعلا رساله بكل معنى الكلمه. هل بعد الاعلام رساله؟ الى حد كبير بعدني انا مؤمن بانه الاعلام رساله. مش عم تلاحظ انه في بعض الاوقات، وهي بتكون اوقات حرجه سياسيا، انه عم الاعلاميون عم بثيروا فتن؟ بقول لك شغله، وقت بيفقد الصحافي موضوعيته بصير يصير فتن، بصير يفوت الناس ببعضها. انا كصحافي واذا عم بحكي انه مهنتي رساله، فالرسالة شو هي؟ بتكون رسالة محبة، رسالة جمع لا تفرقة، رسالة حب البلد، رسالة الناس يحبوا بعضهم، رسالة الأديان تحترم بعضها. مع أنه للأسف أنا كيف مع التواصل الاجتماعي الحديث عبر الإنترنت؟ كيف؟ تتعاطى معه التواصل الاجتماعي؟ أنا اللي بيعمل شيء إذا كان صديق لي أو عمل شيء بشطب له إياه، ما عجبني بيشطب له اياه. كل شيء. هل انت تتعامل مع الانترنت، مع مواقع التواصل الجديده بسهوله؟ ما بتحس ان هي كمان اوقات اخذت من دوركم؟ لا، بالاخر كله اعلام.
يعني كل عصر. هلا انا اذا بدك تساليني رايي بالصحافه المكتوبه، الصحافه المكتوبه ما عادت بالعز اللي كانت فيه، لانه وسائل التواصل الاجتماعي اخذت كثير منها. هلا الصحيفه صارت لحتى تبدع وتحافظ على وجودها بدها تكون متميزه عن ما طبعاً يصدر في طبعاً في يعني بدها تقدم شيء مختلف عن الموجود على مواقع التواصل، تكون عندها اقلام مميزه بالخبر. ما حدا بقى يخبئ اسبوع الثاني بالخبر، خبر يعني كل مواطن مراسل، راعي الغنم بالصحراء اليمن بيعرف لك شو عم بيصير بالعالم بلحظه من خلال الفضائيات وكذا. صح صح. فلذلك الصحافه ما فيها تسبق هذا التواصل الاجتماعي، بس فيها تكون حده وفيها تتميز. حده بالتحليل، بالتحليلات، ايه بالتميز بطرح قضايا ما بتتناولها هذه مواقع التواصل. وممكن تستفيد من مواقع التواصل اللي بتطلع احيانا فيها افكار. حدا بيطرح قصه ممكن تستلهمها الصحافه وتعمل منها قضيه وتتوسع فيها. حلو. هل شي مره صارت معك واستلهمت قصة معينة وعملت منها؟ لا، مثلا انه انا براقب احيانا بشوف معلومات بتنكتب، بصير انا نبش اذا مزبوطة هالمعلومات او مش. احيانا تزبط معي انه ايه بيكون خبر مزبوط بس مش مكتمل العناصر، فبجيبه انا بتوسع فيه يعني بحكي المعنيين، بعرف الحقيقة اكثر. وفي احيانا بيكون الخبريات للبخ مثل ما بيقولوا، مزتوتة بس للاساءات ولل طبعا طبعا بالكيديات السياسية. عن الغرور كتبت: المغرور كالطائر، كلما ارتفع في السماء صغر في عيون الناس. صحيح صحيح. الغرور هو قاتل لكل إنسان، بيدمر له حياته، بيخليه يعيش هذه حالة البارانويا، انه بيصير واحد يحس حاله انه هو كل شيء وعظيم وهو بالاخر ماشي، الانا تبعه بتصير متضخم والنرجسيه. بتموت الانا عنده الداخلي، بده يعود شيء، بصير يقول انا عظيم وانا اللي بفهم، ويدعي هو الادعاء هو، يعني مثل واحد بيكذب الكذبه انه انا عظيم وبيصدقها. عرفت كيف؟ هو بيصدق انه عظيم، ممكن هو يكون قليل الشأن انه او انه نكره او شيء. ف بعض الزملاء بالمهنه جاي احكي عنه للاسف يعني اساءوا الى المهنه، ما بدي سمي بعض الصحف، اساءوا الى المهنه، وهني احد اسباب الضحاني في الكوادر الصحفيه، وجود الكادرات الصحفيه المحترفه. هلا في مع احترامي لكل، بس الاحتراف نادر صار. طب لمن تقرا من زملائك؟ هلا بقول لك مين بقرا. فهلا وصلك لقصه الغرور، انه انا وقت بيجي صحافي على الجريده فات اليوم كتب خبر حط اسمه عليه بعده مبتدئ، هذا وقت بيشوف اسمه ثاني يوم يفكر حاله صحافي كبير، شو نزل اسمي؟ فدخل الغرور الى جسمه، لا الى عقله، الى نفسيته، هذا مستحيل يصير صحافي. خلص اعتبر حاله انه صار عم ينزل اسمه، شو ما كتب خلص عم ينزل اسمه. للاسف بعض الصحف مارست هذا الامر ودمرت كثير صحفيين، وقديت هلا بيعتبروا حالهم انه صحفيين. أنا وقت رحت على جريدة النهار سنة ونص ممنوع ينزل اسمي على موضوع لو بيكون سبق صحفي. فعلا النهار مدرسي. نهار مدرسة، وإن شاء الله تكون بعدها مدرسة، يعني النهار كانت مدرسة بهذا الموضوع. فكيف بده يجي واحد لعندي هلا، يعني أنا مدير تحرير جريدة، بتمارس ذات الشيء عندك بالجمهورية؟ أنا احيانا ما هو المشكله انه عم يجينا ناس انه بيعتبروا حالهم انه محترفين، في ناس عم يكونوا مبين، بس انا بمنع يعني اذا قدرت امنعه لهذا الانسان، وانه مش امنعه بمعنى المنع، اقنعه انه لا هلا بكير عليك انزل اسمك، عملتها مع كذا زميل ومشي الحال. هذا مفروض اول شيء
هو ما عادش في مهنه انه بيفوت واحد بيتدرج واحد اثنين ثلاثه، هذه ما عادش موجوده بالمؤسسات الصحفيه. ايه انه صار الواحد بظل ثوره المعلومات والاتصالات وانه كذا صار كله موجود ما بقى في صار كله كذا يحط. انا بيهمني وقت الواحد بده يكتب شيء يضل شراي على الارض مثل ما بيقولوا. الواحد بيعمل مثلا سبع صحافي بطش هذا تحسي طاير ماشي وطاير. هيدي المهنه التراكم فيها هو اللي بيعمل النجاح، صح. تراكم الانجاز فيها هو اللي بيعمل النجاح. ما فيك تقولي انا نجحت من اول كل موضوع المهن. يمكن ثاني يوم تعملي موضوع ما يطلع ذو مستوى، يعني ما يلاقي هالصدى. لذلك التراكم هو اللي بيؤدي للنجاح، مش تنوع المواضيع، تراكم. تراكم هو اللي بيؤدي، هو اللي كمان بالتراكم بالممارسه هو بيؤدي الى نجاح في الخبره او الخبره العاليه في طبعًا. المستوى. ما قلت لي لمين بتقرا من زملائك؟ يعني بالاجمال انا بقرا لكل ما تيسر لدي، يعني شو ما بيطلع قدامي بقرا. اصلا لمين بتتقصد تقرا؟ يعني بقرا الاستاذ سركيس نعوم بالنهار، يعني باقي ما عنديش حدا محدد. استاذ سمير عطله بقرا، استاذ غسان شربل بالشرق الاوسط وقبل بالحياه، وهذه زملاء. استاذ جول سمعان كان كمان، كنا زملاء بالنهار. والصحفيين الشباب يعني بالجريده عندنا الكتاب بقرا لهم بطبيعه طبعا بحكم عملك. يعني بدبش بهالمواقع احيانا، بكون اخذي من الجرايد بدل يعني احيانا بقرا قراءه انتقائيه. يعني اذا عجبني عنوان موضوع او موضوع له علاقه بحدث معين هو حديث الساعه بقرا عنه. بس بالاجمال عم بكون يعني وقت القراءه عندنا كثير ضيق، مش عم نقدر نقرا كل شيء. لا كل شيء ما عاد فيه، مش هيك واحد بده يكون انتقائي. بتقول الطيور تأكل النمل وعندما تموت فإن النملة يأكلها، وهذا يعني أن الظروف قد تتغير. لذلك لا يمكننا أن نقلل من شأن أحد. هذه كمان من ضمن معتقدك أنه لابد أنه القدر يأخذ مجراه، وأنه آخر شيء كل شيء يعني وقت الطيور بتاكل النمل، بس تموت هي رح يجي النمل ياكلها، مش هيك؟ يعني هاي القدريه موجوده ما فينا نلغيها. هذا الواقع، هذا واقع انه اذا مات طاير بتيجي بس تشوف فيه موجود بتلاقي فيه عليه نمل ودود. صح. بينما هو بحياته كان يلقط النمله وياكلها لانه طبعاً. كان يعتبرها اكل له. طبعا بيت السمك الكبير وبياكل السمك الصغير. طب من ضمن القدرية هل يعني تعتقد انه الحظ موجود في الحياة؟ ايه بعتقد موجود الحظ. موجود. وتعتبر نفسك بس الحظ بالمعنى يعني انه انا برأيي يعني مش انا بآمن انه الانسان اللي بيعمل منيح لو تعرض ل مصاعب وكذا بيرتد المنيح لعليه بيرجع، انه بالاخر هيدا المنيح في مقابله شيء بده يلقى منيح. تعتبر نفسك محظوظ؟ يعني انا انسان واقعي، يعني مش بمعنى محظوظ انه انا عم مارس حياتي بشكل طبيعي، عارف شو بدي بها الحياه. تعتبر انك وصلت لما وصلت اليه بفضل جهودك وجهودك فقط، أم أنه فسحات من الحظ أتيحت لك؟ لا أنا بعتقد، مش ما بعتقد، أنا بدي أقول لك أنا إنسان، أنا بنيت نفسي بنفسي منذ أن كان عمري 15 سنة، لم أتكل على أحد. يعني بلشت العمل من عمر 15 سنة. يعني شغل ودراسة وكذا، وحتى يعني
بس بلشت اشتغل منذ ذلك التاريخ. هو حتى انا من 15 سنه حاولت اني ما اكون عبء على اهلي. هل مارست نفس الشيء مع اولادك؟ ايه بتركوا الاولادين يتحملوا المسؤوليه. لا يعني من عمر 15 او 14 او اللي هن لا ما لا صراحه سوق العمل؟ لا صراحه لا ما خليتهم يروحوا يشتغلوا، ما خليتهم. ليه؟ هلا يمكن احيانا بتقول لي زوجتي انه يمكن غلطت انت او شيء، انا ما بحب انه الولد عم يدرس يعني. انا كنت ادرس، كنت ادرس واشتغل بفرصته الصيفيه. ما 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 كيك ما ما ركبت معي انه روح يشتغل وكذا يعني. حتى مره ابني اشتغل شهر بالجامعه، زياد الله يسلمه ويوفقه، هو مهندس ميكانيك هلا بيشتغل بشركة كات بالسعودية. كانوا بالجامعة هو خيو محمد، محمد كمان بالقطاع المصرفي بيشتغل بانكينج. اجوا قالوا لي لحتى نخفف قسط عنك كذا خلينا ناخذ شغل، بيصير عنده شغل، بيصير بالجامعة بيعطوه شغل طبعاً مكتبي طبعاً. كذا. فاشتغل شهر ما خليته كف. ليه؟ لانه حسيته انه عم بكون حساب درسه وهو عم يدرس هندسه. محمد ما 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 قرب على الموضوع كثير، بس زياد كان حابب يعني انه هو عم يعني يتحسس شوي مسؤوليه مع بي كذا. باي جامعه تعلم؟ بالايو. بالايو مقصوطه بتوجع. ايه طبعا يعني زياد مثلا درس سنة بفرع بيروت وبعدين قعد 4 سنين بجبال. محمد لأنه بانكينج وكذا ببيروت خلص الإجازة تبعه. ف والبنات، والبنات أكيد إذا الصبيان ما خليتهم يشتغلوا أكيد البنات لا. ما أكيد بشو تخصصوا البنات؟ أماني تخصصت بالشيء اسمه التسويق، ماركتينج. ماركتينج. وريم عملت مرئي ومسموع، بس بعد ما عم تمارس يعني عملت بعض استاجات هيك شوي عندها اخذي وقت. رايقه. فهلا ان شاء الله بنشوف نلاقي لها. هذا بتحس حالك انه انت مسؤول عن هذه الاسره وحامي هذه الاسره والمتفاني في سبيل هذه الأسرة للآخر؟ طبعا، لأنه واحد ما بيكونش باي إذا ما بيكون هيك يعني. ما في واحد يعني، أنا ابني لو بصير عنده 10 أولاد بنظري هو ابني ولد يعني، مش معنى ولد إنه بضل أنظر إنه هذا ابني، هذا يعني تحت جناحي بعده لو كان عنده 10 أولاد. ما علمتهم انه ينموا جناحاتهم؟ لا بعرف انه هن بينموا جناحاتهم، بس انا هذا الشعور الابوي ما فيني اطلع منه. ما فيني الا بضل انظر له لابني انه انا انت بعدك تحت جناحي. لو كان هو ما بده يعني، هلا هو الله يسلمهم ماشي حالهم كل واحد، بس شعور الباي ما في يطلع منه هذا. طبعا في زحام الحياة نحتاج إلى عناق بلا سبب ووردة بلا مناسبة ورسالة لطيفة تجعلنا نبتسم. هل تشعر كثيرا بهذه الحاجة؟ أحيانا كل إنسان معرض ليمر بهيك ظروف يحس حاله أنه بحاجة لحدا يحضنه لحدا يحسس. هل بحاجة بتحس حالك لتحتضن أم تحتضن أكثر؟ يعني اثنين. اثنين. ايه. مع انك توحي انك انت بحاجه، انت بتحب تحتضن اكثر. يعني كمان احيانا بحس واحد حاله بده مين يحضنه. مين عاده من الاولاد ببادر لهذه الامور؟ يعني كلهم اجمالا. الله يرحمها ميرنا كانت اكثر وحده تبادر بهذا الموضوع. يعني بالاجمال يعني الاحتضان البي لاولاده بتشعرهم بالامان. بالامان، واحتضان الاولاد لبيهم كمان بشعرهم بالهيك السعاده.
بيعطي السعادة، بس إجمالا الأولاد قليل يتحسسوا أنه حتى الأب بحاجة، يمكن الأم بحاجة أكثر بحسوها. الأب خاصة عندما يكون آخر دور القائد وهو مصدر الأمان، ما بحسوا أنه هو بحاجة للفتة، حتى أوقات هيك ابتسامة صغيرة. انه مثلا هن مثلا بالمناسبات بيعوضوا هاي الاشياء، عرفت كيف؟ بفرغوا احاسيسهم بالمناسبات. وزوجتي كثير عاطفيه كمان، يعني كثير هيك بضل مسرسبه عليهم يعني بتحيطهم. وبتقول استخدم ابتسامتك لتغيير الحياه، لكن لا تدع الحياه تغير ابتسامتك. هل الحياة كانت قاسية لدرجة أنها غيرت ابتسامتك؟ لا، أنه تمرأت بظروف وفاة بنتي وبعض الظروف الأخرى، أنه الإنسان أحيانا مثل مش بيكتئب هيك شوي بس برجع بقول لك أنه بالواقعية بده الإنسان يسلم بأنه هذه الحياة بدها تستمر، ما في يوقف، ما فينا نوقف عند نقطة وصلنا لها من دون ما نلتفت لورا ومن دون ما نطلع قدام، لأنه يعني التفاتي إلى الوراء في الماضي، وهذا الماضي في شيء لازم تنسيه فيه، وفي شيء لازم تتعلمي منه، في شيء أنا عينة أبداً، وفي شيء بتحبيه بتتذكريه بهذا الماضي، وللمستقبل بدك تشوفي شو المنيح بينعمل. انطلاقا من هذا المنيح بالماضي، اذا يمكن في اخطاء في الماضي بيرتكبها الانسان بتعلمه للمستقبل. بدك تبني على الماضي كرمال للمستقبل. ما فينا نطلع من الماضي. الماضي هو علم اجتماع الحاضر طبعا عند علم الاجتماع. بتقول اذا لم نحارب الجهل والفقر فسنضطر يوما الى محاربه الجهلاء والفقراء. صحيح. كيف نحارب الجهل والفقر؟ بالعلم، فقط بالعلم، انه نفتح مجالات العلم وما فتح مجالات عمل للناس، لانه بيقولوا اللي بتولد النار. غالبيه المجتمعات اللي بيصير فيها مشاكل، لكن لانه اذا علم من دون فرص عمل، لا، ما هو العلم وقت بتوفر العلم فرص العمل بتتوفر، لانه وقت بيكون عندك جيل متعلم بيبدع، هذا الجيل بيصير يخلق هو فرص عمل. هلا نحن بحاله عنا كثير من المتعلمين مع فرص عمل قليلة، نفتقد سياسات الدولة العظيمة اللي هي لازم تأمن سوق عمل لهول الخريجين بالألاف كل سنة بيتخرجوا بكل طبعاً المجالات. لكن العلم ليس كافيا لوحده. ليش بيروحوا لبرا يتعلموا يشتغلوا الشباب بيهاجروا الشباب والصبايا؟ لأنه ما فيش سوق عمل هون، لأنه دولتنا العظيمة أو نظامنا الدولة، ما فينا نقول دولة لأنه الدولة غير مفهوم الدولة غير النظام طبعا. الدولة هي الأرض والمي والبشر والسماء، وهذا اسم الدولة بس. بتقول بهذا الإطار الوطن ليس فندقا نغادره حين تسوء الخدمة فيه. وبذات الوقت في هجرة كبيرة، شباب بحالة هجرة، أولادك منهم. هذا الكلام مبدئي، هذا بموضوع حب الوطن، انه انا بحب لبنان لانه اوضاعي ماشي فيه وظبط اموري، وما بحبه بصير مثل الفندق عندي بتركه وفل لانه ساءت الخدمه ما عادش فيه. مع العلم انه الامام علي عليه السلام بيقول انه الفقر في الوطن غربه والغنى في الغربه وطن. يعني تحت مباح عنوان لنا، مباح عنوان لنا. اخر انه بقول لك بطرح ما ترزق تلزق، مباح لنا يعني بطرح ما ترزق بس فكرت في مره بالهجره؟ فكرت بهجره، مش هجره، فكرت اني روح اشتغل برا هجره المؤقته وارجع على بلد. ما بحياتي ما فكرت هجر. لا هجره المؤقته. صارت لي ظروف اني روح هجره على كندا ما رحتش، صارت لي ظروف هجره على امريكا ما رحت. عرضت علي بعض الافكار يعني وكانت ممكن قابله للتطبيق بس ما قبلت. حتى اولادي احجمت عن فكره اني ابعتهم على امريكا لزياد ولمحمد انه يروحوا يتخصصوا بامريكا.
لأنه قلت إنه إذا تخصصوا هونيك رح يبقوا هونيك. لأنه رح يبقوا هونيك. أنا رحت على أمريكا وشفت واكتشفت ليش مغتربين الأوائل من 1911 ما بعرف لأيمتى سافروا على هذيك البلاد على القارة الأمريكية وعلى أو على القارة الأمريكية تحديدا هي أرض الفرص. وكيف ما رجعوا؟ لأن أرض الفرص. إنه مشان هيك أعطتهم فرص عمل. فأنت ونازي أول شيء أنت ونازي بالطيارة بالمطار بتحس الناس على الجنة. هل أنت؟ إيه بلاد ما بيعوزك فيها شيء. الدولار فيها قيمته دولار مش مثل عنا مبهدل دولار الوان دولار يعني تشتري شغلة قيمة بالوان دولار بأمريكا هون ماشي عنده قدرته شرائية ايه هون ماشي هون بتقول لا تعطي الناس أكثر من حقها فالورد يموت من كثرة المال صحيح يعني هالمبالغة أنه أنا بدك تشيدي فيي أو أنا بدي شيد فيك هو كل شيء بيزيد بالمعنى بينقص بيقولوا يعني إذا أنا بدي شيد فيك إشادات يعني تفوق المنطق والوصف طيب ما أنا أكون واقعي كمان إذا بدي شيد فيك أكثر ما منيح ما بصير القصة الإشادة بموقع الذم ما بتعيش بموقع لكن المديح بس المديح عادة وخاصة في أيامنا هذه يعني أو طول عمره يعني هو مستحب أنه تمدح لأنه في ناس متزلفين أنا بمدح بالشخص بشيد فيه بأخلاقه وكذا بس أنه ما ببالغ حتى لو عملك نحن كلنا ما حدا منا كامل الأوصاف حتى لو عملك مهنيتك فرضت عليك أنه بمكان ما أنك تبالغ في مدح أحدهم لا هذه بتصير ضمن اساليب العمل هذه بده واحد عد الشغل هذه ضمن عد الشغل انه واحد بده يجيب معلومات اكثر بصير يبالغ ببعض الاشياء بس انا بطبعي ما بحب المبالغه يعني بمجال الشغل يمكن اضطر مثلا شيء بس بالحياه العامه ما بحب المبالغه يعني ما بحب اوصف انسان بشيء هو مش فيه سواء كان سيء او كان جيد بكون واقعي بالوصف بالسيء انا بتلافى وجه اساءة او وصف توصيف سيء احدا سواء كان خلقا بالخلق والخلق هذا بالاخر اذا بالخلق ما في الانسان طبعا ما في دين بيقبل طبعًا انك طبعًا تقولي والله فلان اعرج وفلان ما عرف شو هذه خلقة ربنا وهذه شيء ربنا بالخلق بتحاولي تصلحيه اذا عنده شيء غلط بتحاولي تصلحيه إذا هو سيء الخلق بنحاول نخليه يكون حسن الخلق، إذا ما بده يصفر هو بيتحمل مسؤولية يعني أنا عن جد بحسدك على هذه الإيجابية بشخصيتك يعني كثير إيجابي. خلصت الحلقة بدي أختم بدي أقول ويبقى طارق ترشيشي الصحافي الكاتب السياسي مدير التحرير ذاك القلم الذي امتشق الحقيقة والضمير في خدمة السلطة الرابعة هو ذاك المناضل الذي اعتنق الوفاء عقيدة والعدالة نبراسا ومشى طريقه متسلحا بالكرامة والعنفوان ويبقى طارق ترشيشي ذاك الصوت الصارخ بالحق والنابض بالمحبة ذاك الصوت المؤمن بالجمهورية والأمين عليها وذاك المؤتمن على الحرية حرية التعبير وذاك المستقل عن الارتهانات المغرضة من أجل الارتقاء بقلمه وحبره حد الحرية أنا أحب أختم لك بشيء بالنسبة لنا كبلد نعم أنا إنسان مؤمن حتى النخاع الشوكي بصيغة العيش الواحد بين اللبنانيين هذا العيش المشترك إيه العيش الواحد ما في عيش مشترك مش التعايش مشترك. لا العيش الواحد مش المشترك كمان. واحد كمان نحن شعب واحد عندنا طوائف والطوائف غنى للبلد عندنا دين والدين يقوم على الأخلاق بالدرجة الأولى والمحبة سيدنا عيسى المسيح نادى بالمحبة سيدنا محمد نادى بالمحبة بالرحمة واثنيناتهم
جاء بنفس الرسالة، كل واحد بطريقته عبر عنها بطريقته. طبعا سيدنا المسيح عبر عنها بالإنجيل، نبينا محمد عبر عنها بالقرآن. نحن هذا البلد لا يقوم، لا تقوم له قيامة إذا بقينا نعد بعضنا، وإذا بقينا نميز بعضنا، وإذا بقينا طائفيين مش بالمعنى الديني. لأنه للأسف جبران خليل جبران قريبنا الكبير قال ويل لأمة انكسرت فيها طوائفها وقل فيها الدين. الدين هو اللي بيعلم الناس المحبة والعيش الواحد والعيش الواحد. أنا إذا مسلم ما بيكتمل إسلامي إلا بمسيحيتي، ورح تستغربي أنا إذا لم أؤمن بما يقوله قرآني عن سيدنا المسيح وستنا مريم اللي بيقولون هذا القرآن اللي أنا هو قرآني، إذا ما أمنت فيهن هودي معناتها أنا مني مسلم. فلذلك لا يكتمل إسلامي إلا بمسيحيتي بإيماني بالسيد المسيح والسيد العذراء. بنفس الوقت أنا بتمنى إنه المسيح يكون عنده نفس هذا الانفتاح، لأنه نحن برجع بقول لك الدين شيء والإيمان شيء والطوائف شيء والطائفية شيء، طوائف غنى والدين معاملة. معاملة. بينما الطائفية عنصرية، فيها عنصرية. صح. فيها عنصرية. هذا البلد حلاوته بالتنوع اللي فيه، هذا البلد بيعيش بهذا التنوع، بيموت إذا افتقد التنوع، إذا صار إسلامي كله بيموت، إذا صار مسيحي كله بيموت. أنت عندك مزهرية بالبيت، إذا حطيتي فيها مجموعة ورود من لون واحد بتحبيها أول يوم واثنين وثلاثة وأسبوع وعشرة أيام بالآخر بتمل نظرك منه. بينما إذا كانت متنوعة الألوان ورود متنوعة بتضلك تحب تطلعي فيها كل يوم. على أمل أنه كل اللبنانيين يكون عندهم هيدا النظرة المشتركة. أنا بقول بلدنا لا يقوم، لن تقوم له قيامة إلا إذا اللبنانيين صار يفكروا هيك، وإلا إذا صارت في عنا دولة الإنسان. الإنسان شو ما كان طيفته يأخذ موقع مسؤولية يكون ناجح يخدم بلده أهم عندي من أنه يكون ابن طيفتي وفاشل. طبعا. وعلى أمل قيام دولة الإنسان بقول لك شرفتني. تسلمي. وانتظروني أسبوع الجاي مع حلقة جديدة من تعا ننسى.